أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أحلى الأوقات بيست تايمز. طبعا بيسعدني مشاركة زميلتي ميرا في تقديم حلقة البرنامج النهاردة. أهلا يا ميرا. أهلا بك يا محمود، وأهلا بالسادة المشاهدين، وأهلا بضيوفنا اللي مشرفينا ومنورينا باستوديو قناة الصحة والجمال. أهلا بك أستاذ راضي، وأهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضراتكم. ميرا، في بداية حلقتنا النهاردة يعني عايز أسألك سؤال، طبعا بخصوص إن احنا طبعا في رمضان وكده، ايه اخبار الصيام معاكي؟ اكيد حلو، بس بصراحه اكيد صايمه يعني زي يعني كل سنه. يعني صايمه ولا زي كل سنه؟ لا اكيد صايمه طبعا. طيب طبعا في بدايه الحلقه كده ايه يعني نحب نرحب بضيوف حلقتنا النهارده، الاستاذ رادي والاستاذ محمد مجدي. طبعا موضوع حلقتنا النهارده موضوع مهم جدا، وهو بيتكلم عن عوامل نجاح فريق العمل. ففي بداية الحلقة طبعا أحب أتعرف بحضراتكم، كل واحد فينا يعني يعرفنا بنفسه. أول حاجة طبعا هنبدأ بأستاذ رادي، حابين تعرفنا بنفسك وتقول لنا يعني بتعمل في مجال إيه بالظبط؟ أنا بعمل في شركة جملة ماركت اسكندرية، تمام، بعمل لأمين مخازن، عمري 38 سنة، اسمي رادي محمد. بس. وأستاذ محمد مجدي. محمد مجدي فهمي، عندي 41 سنة، تمام، بعمل في جملة ماركت برضو، تمام، بقالي 19 سنة في المؤسسة، أمين مخازن برضو إن شاء الله. أستاذ رادي، يعني إحنا حلقتنا النهاردة بتتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو عوامل نجاح فريق العمل داخل المؤسسات. طبعا حضرتك بتنتمي إلى مؤسسة طبعا كبيرة جدا ولها سمعتها في هذا المجال، فحابين حضرتك توضح لنا، تقول لنا طيب من وجهة نظرك شايف إيه هي عوامل نجاح فريق العمل داخل أي مؤسسة على اختلاف طبيعة عملها، يعني بغض النظر عن طبيعة عملها، ايه هي عوامل النجاح الأساسية لفريق العمل داخل المؤسسات بوجه عام؟ هو فريق العمل لازم الأول يكون القائد، في فرق بين القائد وبين المدير، يعني ده النقطة دي بتبقى غايبة عن ناس كتير. تمام. القائد هو اللي بيحبب مجموعة في العمل، هو اللي بيقدر يشركها في كل التفاصيل، في حياتهم الشخصية، في حياتهم العملية، بيبدأ إن هو ينطويهم. تمام. بالنسبه للمدير، المدير بيدي مجرد قرار، فنفذ وخلاص الامر. طب حضرتك مفيش طبعا مرونه، طبعا ممكن يكون في اقتراح عند الموظف دوت ان هو يقترح على المدير بتاعه نقطه معينه او كده، فلا، المدير نفذ، هو التعليمات نفذ تعليماته بس. المدير بهدفه ان هو ينفذ التعليمات بحيث ان هو الصياغه العامه تبقى ماشيه، وهو متميز او هو كويس قدام القائد بتاعه او قدام قائد العمل. يعني حضرتك بتقول ان القياده ليها سمات شخصيه مختلفه عن الاداره، يعني القائد لازم يكون مثلا عنده مرونه في التعامل مع يعني الموظفين او فريق العمل اللي هو يعني بيعتبر ان هو تحت ايده فريق العمل، ولكن الاداره ممكن تقول ان هي ممكن تكون مركزه اكتر على تحديد الاهداف وليس بناء علاقات ناجحة مع فريق العمل بقدر الإمكان زي القائد. القائد بيسعى إن هو يكون في إيه؟ في علاقات شخصية واجتماعية مع أعضاء الفريق، اللي هو الشخص اللي احنا نقدر نوصف ونقول عليه إن هو قائد، ولكن ليس كل مدير قائد وليس كل قائد مدير، صح كده؟ يعني حضرتك مركز على المهارات الشخصية الخاصة بالإيه؟ بالقيادة. قيادة طبعا. طيب استاذ محمد، في برضو يعني حضرتك احنا دلوقتي بنتكلم على المهارات الشخصيه. بص انا بعيد نفس الكلام اللي رودي قاله، تمام، لكن ممكن بضيف بعض الحاجات معينه. ممكن في بعض المديرين، تمام، زي ما استاذ رودي اتكلم كده، تمام، في نقطه معينه مثلا انا بدي تعليمات جذريه، مش كل المديرين بتفهم بمعنى واحد في، لكن الاغلبيه العظمى من الاداره، تمام، بتطبق تعليمات اعمل كذا خلي كذا، لكن القيادة الصح والقائد الصح اللي هو المفروض، تمام، احتوي اللي حواليا. الشغل مش بطريقة الجزا اللي انا ادي جزا واللي انا اقول لا كذا، لا هي كده، لا، اللي انا احتوي اللي قدامي. ما ممكن يكون عنده ظروف مأثرة عليه في حياته مخلياه مش مدي شغل كويس، مخلياه اسلوبه ضعيف او مستواه اقل من المستوى اللي احنا نعرفه عنه، تمام. فمن خلال الفكرة دي او من خلال الحاجة دي، اللي انا كقائد لازم احتوي، اعرف كل واحد ظروفه ايه، قصته ماشيه ازاي، وضعه ايه، حالته، دنيته ماشيه ازاي، من خلال يعني حل المشكلات. يعني القائد دايما بيسعى، قائد الفريق
او قائد المؤسسه دايما بيسعى لمواجهه المشكلات، مواجهه المشكلات منها. لا ده عشان اقدر اقول عليه فعلا ان هو قائد بالظبط، مش ما عشان يقود المسيره لازم يبقى تحت منه فقط. ناس كويسه، ناس لازم هو محتويهم عشان تديله شغل كويس. مظبوط طبعا كلام حضرتك، ان ممكن يكون هناك فرق بارز بين القائد والمدير، ان المدير ممكن ان هو يهرب من حل المشكلات، ولكن القائد بيسعى هو كل اللي ليه ان هو بيدي تعليمات تتنفذ وبس، لكن تتنفذ ازاي الطرق بتاعتها ايه اللي بيحصل تتنفذ ازاي. يعني حضرتك شايف ان هو ماشي بنظام الدكتاتوريه بمعنى اصح، مش بيستشير حد نادرا، مش ماشي نادراً بنظام الديمقراطيه. لا لا نادرا لما تلاقي مدير بيستشير بالظبط كده، دي عمله نادره جدا للاسف. لا هو هو برضه عشان برضه احقاقا للحق، هو ده بيرجع لنمط الايه الاداره او نمط القياده، زي ما في اداره او قياده دكتاتوريه في ايضا اداره او قياده ديمقراطيه. بالظبط. انا نفسي استاذ محمود يعني فخور ان احنا نشتغل مجموعه جمله ماركت، مجموعه جمله ماركت كمثال في السوق فيها قاده ياما وليس مديرين ياما. تمام. سبيل الذكر السيد الفاضل صاحب المؤسسه السيد فتح الله، يعني ما حسسنا فعلا ان هو قائد، يعني مثلا كل سنه في عمره بيطلعها من الشغل، الدفعه بتطلع كل سنه. تمام. في دورات دايما في الاداره العامه، دورات قدرات وتنميه لقدراتنا جوه الشغل، في حاجات كتير كويسه دايما ما حسسنا ان احنا فعلا في يعني مجموعه. نركز على التحفيز، يعني بالظبط طبعا احفز العامل او الموظف اللي هو بيشتغل عندي مثلا او بيشتغل معايا في المؤسسه، لابد ان انا اقدم له مكافئات مثلا معينه، نظام مثلا في مسابقات وفي حاجات دعيم جامد ان احنا نحسن ويبقى في دافع فعلا ان احنا نشتغل، مش مجرد ان احنا مجرد شغالين او وقت بنقضيه بس، لا احنا شغالين كاسره واحده بالفعل، ده كلامهم وبالفعل هم بينفذوه، يعني ده واقع. احنا بنخش 10 ساعات جوه شغلنا وممكن بنقعد اكتر من وقتنا من حبنا في الشغل. هو دوافع كل فترة تحفيز، في مسابقة، في امتيازات، في عمرة، في كورسات، في وفي وفي حاجات مخلينا فعلا كل مدى احنا بنحاول ان احنا نتميز في شغلنا عشان نقدر نكون على مستوى اللي القائد محتاجنا نكون فيه. في اي مكان احنا متواجدين او في اي مهام احنا بنتكلم بيها لازم نكون قدها بمحبة وليست مجرد تقضية وقت او شغل او الوضع، فعلا احنا في قصة واحدة. من وجهة نظر حضرتك أستاذ محمد، حضرتك شايف إيه العوامل اللي ممكن تساعد أي مؤسسة أو أي كيان على نجاحها؟ على نجاحها؟ أي مؤسسة أو شركة أو كيان؟ حبي للمكان دي حاجة مهمة جداً، إتقان في العمل حاجة مهمة، اللي أنا داخل الإنسان أو الشخص اللي موجود في المكان بيحببني فيه، يعني حضرتك لازم يكون في ارتياح نفسي وحضرتك موجود. الارتياح النفسي عامل مهم جدا عشان اعرف ادي شغل كويس، لازم في ارتياح نفسي في المكان، لو ما فيش ارتياح نفسي انا شخصيا مش هعرف ادي شغل. مش هتقدر تكمل، مش هتقدر تنتج كمان اساسا في اي مجال. مهم جدا اي مجال، دي اساسا العامل الاساسي في الانتاج. لو انا مثلا شغال في مكان معين ونفسيتي مش متظبطه، سواء من طبيعه الشغل ذات نفسه او مع فرد او بعض الافراد في الشغل، اكيد طبعا نفسيتي مش مرتاحه فالشغل مش هدي شغل كويس اصلا. لكن انا كف مؤسسه كبيره ليها اسمها، مؤسسه بسم الله ما شاء الله بتدي كل واحد حقه. تمام. ما كانش كده، ما كنتش انا واستاذ رودي بقالنا بسم الله ما شاء الله استاذ رودي 21 سنه في المكان، انا 19 سنه. تمام. لو احنا مش مستريحين نفسيا او احنا مش قادرين ندي شغل مش هنقضي المده دي كلها حضرتك، هندور على مكان تاني. لكن انا فخور جدا ان انا بقى في جمله ماركت تبع استاذ خالد فتح الله وحمدي فتح الله. هو عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني مع احترامي للشخصيات اللي حضرتك ذكرتها، لو انت مش حد كويس او مثلا موظف مش كفء كانوا هيحتفظوا بيك انتوا الاثنين ليه طول الوقت ده كله؟ يعني ده سؤال بس. فاكيد طبعا عشان انتوا يعني شخصيات. والله احنا بنوع ربنا مشرف لينا بجد ان احنا استضفنا حضراتكم معانا. الله يخليك يا استاذ يا رب، واحنا فخورين جدا ان احنا شغالين في مؤسسه كبيره زي ديت، مؤسسة رهيبة بقالها فوق ال 27 28 سنة في السوق. تمام. كل فرع أنا اشتغلت في فتح الله 2004 شغال، هما كانوا 5 فروع، دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني معديين ال 30 فرع حضرتك. تمام. في كل يوم إنجاز، في كل يوم حاجة جديدة، إحنا فخورين إن إحنا بنزدهر وبنعلى بالمكان، دي حاجة تشرفنا طبعا. طبعا هو يعني بيتضح من كلام حضرتك إن نمط القيادة عندكم عالي جدا، قيادة ديمقراطية فعلا. بتبني علاقات شخصية فعلا مع الموظفين بشكل ناجح، ولو في أي مشكلة
يعني بتواجه بنلاقي تواجد أي كامل من القائد بتاعنا المباشر، مجرد مدير المباشر بيهتم. انا ما بوصلش لغايه اخر، لغايه مثلا القائد الكبير استاذ خالد فتح الله او رئيس مجلس الاداره استاذ خالد فراج، انا ما بوصلش للمرحله دي. انا مجرد انا بكلم مدير المباشر بيوقف معايا لغايه ما يحلها. ما بسعاش اصلا انا، ان هو مجرد ان هو الحمد لله بنى فينا كلنا ان احنا كلنا نبقى كلنا يد واحده وكلنا بنراعي بعض من بدايته لغايه ثم لغايه احدث موظف دخل. تمام، ده حتى احنا يعني كل سنه الحمد لله من حب يعني في حبنا في الشغل احنا مستمرين لغايه دلوقتي. في مؤسسات كتير كل واحد بيشتغل فيها ممكن سنه واتنين من سوء المعامله وسوء القياده بيمشي منها ويسيبها، لكن احنا كل ده متمسكين بالمكان ده فعلا مكان عريق ومكان محترم. احنا الحمد لله كل سنه في افتتاحات، واحنا بنناشد برضه سياده رئيس الجمهوريه ان هو يبقى فيه يعني لو شويه مرونه صغيرين في التصاريح والاجراءات، ان احنا كل سنه يا استاذ خالد بيعطل فرع واتنين وتلاته بسبب الاجراءات. يعني في دلوقتي بسم الله ما شاء الله في فرع في الغردقه وفرع في المنصوره وفي فروع كتير في القاهره، وان شاء الله المؤسسه في ازدهار دايما باذن الله. باذن الله في ازدهار دايما. وطبعا زي ما القائد بيسعى دائما الى نجاح فريق العمل في تحقيق الاهداف المؤسسيه، لو كنا بنتكلم على المؤسسات لابد ايضا ان يكون هناك دور للوالدين في دعم ابنائهم على تحقيق احلامهم. معانا تقرير مرتبط بهذا السياق وحابين ان احنا نتفرج عليه دلوقتي. طبعا التقرير دوت بيدل على نموذج مشرف لينا جدا للشباب. الشاب ده اسمه عبد الله حياني، اخذ جايزه جميله جدا في المرحله الاعداديه عن العاب القوى. طبعا دوت اكيد مش بنفسه، دوت كان بدعم الوالدين، فده بيدل على اهميه الوالدين في حياتنا. الام والاب ليهم دور كبير جدا ومهم في حياه الابناء، زي ما القائد ليه دور برضو الاب والام ليهم دور كبير فيه. طبعا لابد ان هو يكون هناك دور للوالدين في دعم ابنائهم بشتى الطرق، وده طبعا نموذج ناجح جدا لاسره ناجحه بتسعى مش فقط لتربيه ابنائها ولكن ان هم يحرزوا على بطولات. هنرجع نكمل حلقتنا النهارده ونرجع لضيوفنا اللي مشرفينا ومنورينا في استوديو قناه الصحه والجمال، الاستاذ محمد مجدي والاستاذ رادي. استاذ رادي، يعني حضرتك من وجهه نظرك شايف ايه ابرز المهارات الشخصيه اللي لابد من توفرها في كل قائد؟ يعني ابرز المهارات، هو طبعا في مهارات كتيره جدا، ولكن يعني لو هنرتب اولويات بالنسبه للمهارات دي، ايه هي ابرز المهارات او السمات الشخصيه اللي لابد من توفرها في كل قائد عشان اقدر ان انا اوصفه ان هو قائد؟ لازم قائد يكون بني ادم محترم على درايه كويسه بالاحوال اللي حوالينا، يكون متدين، يكون عنده رحمه، لازم يكون محب للناس اللي حواليه، القرارات بتاعته ما تبقاش دكتاتوريه، يسمع يتفاهم، بناء على كده هيطلع نتائج كويسه ونتائج مشرفه ان شاء الله. طبعا كلام حضرتك مظبوط. القائد زي المدرس بالظبط، المدرس برضه لابد ان هو يكون متوافر فيه
بعض المهارات الشخصيه عشان يقدر ان هو يتفاعل مع الطلاب عشان يقدر ان هم يحققوا الاهداف التعليميه. نفس الوضع لو كنا بنتكلم على القائد، فالقائد برضو لابد ان هو يتميز بمجموعه من المهارات الشخصيه الناعمه اللي احنا دايما بنسميها اللي هي السوفت سكيلز. بالنسبه للسوفت سكيلز هنتكلم عن مهاره اتخاذ القرار. لو حضرتك مثلا في يعني وضع قائد ولسه داخل مثلا مكان جديد، ايه ابرز الحاجات اللي انت ممكن تعملها في البدايه؟ يعني انت دلوقتي لسه اول مره تتعرض لموقف انك انت قائد، اول حاجه هتعملها ايه؟ لازم يبقى عندي ثقه في نفسي. الثقه في النفس دي حاجه مهمه جدا. لو انا مش واخد قرار ان انا هعمل الحاجه دي هبقى فاشل، او بمعنى صح ان انا هبقى مضطرب ومتذبذب، والحاجات اللي زي كده قراراتها فما خدتش قرار صح في الاول يبقى انا كده مش هينفع ابقى قائد. لازم ابقى عواقبها كثيره. ايه يبقى في عواقب كثيره بعد كده اللي انا هبقى مذبذب، ان كلمه توديني وكلمه تجيبني. فلازم يبقى عندي ثقه في نفسي اللي انا خدت قرار ما ارجعش فيه. طب بالنسبه لو كنا بنتكلم عن مهاره التفاوض، يعني مهاره التفاوض دي ترجع لحاجتين. انا عندي قرار ممكن اخده تمام، بس زي ما الرسول عليه افضل الصلاه والسلام الامر شورى بينكم. في بعض القرارات ممكن اخدها بس لازم يبقى في مشاوره بيني وبين اللي معايا. مشاوره بينكم بالظبط كده. بالظبط. فدي طبعا مجموعه من المهارات الشخصيه اللي زي مثلا اتخاذ القرار، زي مثلا مهاره التفاوض، مهاره المرونه لابد من توفرها في كل قائد. المرونه دي لازم تبقى موجوده لسبب واحد، لان انا لو مش مرن هبقى متعصب، هبقى واخد قرارات متشبثه وهتوصل لاخطاء غلط. وهتوصل لاخطاء. لازم طبعا لو انا مش شخص مرن مش هقدر ان انا اتكيف مع المواقف الجديده. بالزبط. اول ما يحصل تغير او موقف جديد عليا مش هقدر اعمل اي لازم حاجه. لازم عنده سرعه برضه ان هو اتخاذ قرار بسرعه، ان هو ممكن في اوقات ما تبقاش بيرجع للثقه في النفس اللي انا واثق فيها. بالظبط. واهم عامل التعاون، لازم الجروب كله يكون متعاون. اكيد. كمان فخامه الرئيس السيسي كان دايما في كل خطاب كان بيتكلم عن التعاون واهميه التعاون، ولازم كلنا نكون ايد واحده وايد مشاركه وايد متعاونه. اكيد طبعا. اكيد. هي ده من ابرز يعني التوجهات الجديده يعني في الجمهوريه الجديده اللي بيسعى لبنائها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان مفيش حاجه. اول حاجه طبعا ان لا احد فوق القانون، ده بند رقم واحد، لا احد فوق القانون. تاني حاجه ايد لوحدها ما تسقفش. يعني احنا شايفين دلوقتي كل المشروعات اللي هي يعني في جميع المجالات، سواء مثلا طبعا حضراتكم شايفين العاصمه الجديده وايه اللي بيحصل فيها، الكباري، المباني، وعلى مستوى كمان المبادره الجديده يعني تم تدشينها مؤخرا، مبادره حياه كريمه، طبعا شملت جميع قطاعات المجتمع المصري. وفي ايضا في سيارات اسعاف متنقله بتؤدي بعض الخدمات للجمهور مجانا، فده طبعا يعني حاجات جميله جدا قدمها لنا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمهوريه الجديده اللي بيسعى لبنائها جاهدا. والحقيقه يعني لو انت يعني في موضع زي مثلا قائد يا استاذ رودي، انا سالته استاذ محمد قال لي اول حاجه ان انا لازم يكون عندي ثقه بالنفس وكونفيدنس. تمام. طيب هل في حاجه تانية بجانب الثقه بالنفس؟ لازم اكون محب للي حواليا، لازم احتويهم. تمام. اعرف كل واحد دينيته ايه، دوت عنده مشاكل ايه، ده زي ايه، ده ايه. ان كل القرب كل ما انا بقرب منه اكتر كل ما هو هيحبني، هيبقى محبته للشغل من خلال انا، هيشتغل وهيطلع طاقته. غير ما بياخد قرار من مدير، ما بياخد مدير قرار من مدير بينفذه بس. هل القرار ده صح غلط؟ حتى ممكن يقترح على مديره يقول له في النقطه الفلانيه او يقترح عليه حاجه، المدير يقول له نفذ، هو دي تعليمات. لكن القائد ما بيسمع منه، ممكن القرار بتاع القائد دوت يكون صح بس يسمع الراي بتاع المساعد بتاعه، ممكن يبقى صح واصح، ان هو بيشمل ممكن يشمل حاجتين ثلاثه في القرار دوت. ممكن يبقى قرار مباشر لنقطه معينه يبقى نقطتين ثلاثه، ممكن اتجاه بس مجرد حاجه صغيره، تفصيله صغيره تحسن من المستوى، والمستوى ده كله عائد على المؤسسه او على الكيان اللي كلهم بيشتغلوا فيه، سواء بقى شركه او مصنع او ايا كان. يعني استاذ رادي او استاذ محمد عايز يقول مثلا ان في فرق ما بين القائد والمدير. القائد بيبقى ليه رؤيه، ليه فيجن، تمام، عايز ينفذها. وعشان ينفذ الرؤيه دي لابد ان هو مثلا ايه يكون بيدفع الموظفين للتطوير والتجديد وبيبني علاقات اجتماعيه ناجحه معاهم. لكن المدير
حضرتك عايز تقول يا استاذ رودي ان هو قد يكون بعض المديرين وليس كل، لان طبعا ما ينفعش ان احنا نستخدم لفظ كل او نعمم، بنقول بعض المديرين ليه نمط اداري ديكتاتوري اللي هو مجرد بس ان انا افرض مجموعه من خد تعليمات من الاداره من فوق نفذ، خد تعليمات فوق من الاداره بتاعته نفذ، فاللي هو ما عندوش حته المرونه والليونه زي ما اتكلمنا قبل كده تمام، فاللي هو بيدي تعليمات يشغلها اعمل كذا خلي كذا. فطبعا انا كقائد ما ينفعش ان انا لو اشتغلت بالنمط اللي هو بيتكلم بيه دوت ما ينفعش. حضرتك تقصد ان لازم يكون في الجانب الانساني بالظبط، وده عامل مهم جدا جدا بالزبط. العامل الانساني ده عامل مهم جدا، ده اللي بيحبب الناس فيا، بيخليني اديهم تعليمات بيشتغلوها من خلال اللي انا انسان معاهم، اللي انا رائف فيهم، اللي انا لما احس ان في حد تعبان ممكن اديله اجازه، وبيكون في روح التعاون وروح بالزبط. الفريق، وبالتالي طبعاً. بيكون في المدير هو قاعد على المكتب تعليمات في كذا اطلب كذا خلي كذا 1 2 3، لكن القائد بيمد ايديه عنده رأفة في الناس، بيمد ايده بيعمل كل كبيره وصغيره معاهم. يعني تقصدي يا ميرا ان القائد لابد ان هو يكون عنده ذكاء اجتماعي؟ ذكاء اجتماعي طبعاً. ده اهم عامل بالظبط. طبعا الذكاء الاجتماعي هو قدره الفرد على تكوين علاقات اجتماعيه ناجحه مع الاخرين، وده طبعا من ابرز سمات القائد طبعا. ولكن المدير ممكن ما يكونش مهتم بالحته دي قوي، لا. يعني مجرد ان هو ايه بيصدر مجموعه من القرارات وعلى الجميع ان هي تعليمات كما هي تعليمات بتجيله من فوق، فانا سوري في اللفظ انا عايز احافظ على المكان اللي الكرسي اللي انا قاعد عليه، باخد سيري في اللفظ 10 قروش عايز احافظ على 10 قروش بتوعي ازاي، مش ازاي بره عني هم ال 10 قروش اللي انا عايزهم احافظ عليهم بقعدتي على الكرسي، الو في قرار اعمل 1 2 3، ده مش صح، ده طبعا مش صح. طبعا مجرد ما بتدي تعليمات للقائد، القائد انا عشان اخد التعليمات دي بالاسلوب ده بالطريقه دي واوصلها للناس اللي عايزه اشتغل استحاله هتشتغل، فانا لازم احتوي الموقف ولازم اعمل 1 2 3. بس ما هو بالفعل هيشتغل بس مش هيشتغلوا بنفس الكفاءه ان هم ممكن ان هم يطلعوا كل ما عندهم، وهو مجرد ان هم بيضيعوا وقت العمل او يعملوا للقائد بتاعهم اللي هم المدير بتاعهم اللي هم عايزينه. ممكن هو الحاجه ديت اللي ممكن تخلص في 10 دقائق بالحب مع قائد ممكن تخلص مع المدير بتاعهم في موضوع ال 10 ساعات اليوم الكامل يضيع كامل في مجرد اللي هو بس عايز المعلومه، مش عايز دي انا هعملها لك انا بقى على مهلي بقى والدنيا خلاص، لكن انا لو عاملها في قائد هعملها وعامل احسن عشان احاول ان انا برضو ابين له حب العمل حبي ليك ومدى حب للمكان. حب للعمل بيخليني ادي اكتر واكتر. يعني القائد ليه اتباع ولكن المدير بيتعامل بصفه الموظفين اللي عندي بالظبط. انا ده موظف عندي هقول له اعمل كذا، ده موظف عندي بمعنى الكلمه، انا موظف عندي تشغال عندي مش شغال عند المؤسسه او عند القائد. لكن ده طبعا في لا، لكن لما توصل بقى للقائد بقى في اختلاف تاني. وبرضه لما بنقول المدير احنا هنا مش بنقول كل المديرين، طبعا هنقول الفئه القليله، ما احنا كان مؤسسه الجمله واكد الفئه القليله، ما ينفعش نقول كل، لا ما ينفعش إيه مش هيبقى كيان كامل بالظبط، هيبقى كيان لازم فيه عيوب وفيه كسور وفيه مشاكل وعمره ما هيكبر، يعني هيبتدي بسرعه وهينتهي بسرعه. في بعض المديرين مثلا بيحب التجديد، بيحب الابتكار، بيحب الابداع، بيحب الكرياتيفيتي. احنا عندنا يعني اداره كامله اتنشأت عشان خاطر المشاكل بتاعتنا عشان خاطر الاقتراحات. طب ممكن اسالك سؤال، بس سؤال يعني بشفافيه، انت شايف نمط القياده والاداره عندكم في العمل ايه؟ نمط قياده ايه؟ لا بصراحه بس نمط القياده كويسه جدا جدا جدا، الا كده قليله زي ما حضرتك قلت، وديت هي اللي ممكن تكون بتبوظ سير العمل وهي اللي بتبوظ. يعني ديمقراطي حضرتك شايف ان هو لا ديمقراطي؟ لا ديمقراطي، وحضرتك بتقدري توصلي لاعلى من اقرب مدير ليكي او اقرب مسؤول بالمشكله كلها بتتحل، ولو في اقتراح بيعرضه وبيبقى في حلول سريعه وفي اجابه سريعه في رد سريع. للاسف وقت حلقتنا للاسف انتهى، الوقت الجميل بينتهى معانا بسرعه مع برنامج احلى الاوقات. في الاخر وفي النهايه احب اشكر استاذ محمد واشكر استاذ رودي وطبعا جزيل الشكر للاستاذ محمود. شكرا يا محمود. شكرا 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 يا شكرا. ميرا وانا كنت مبسوط جدا ان انا شاركت معاكي في تقديم وانا مبسوطه جدا يا محمود، انا كنت معاكي النهارده في احلى الاوقات بستايمز. وطبعا يعني احب طبعا اقول كل سنه وحضراتكم طيبين في نهايه يعني شهر رمضان، خلاص فاضل لنا ايام بسيطه جدا على يعني ختام شهر رمضان، تقريبا فاضل لنا اسبوع النهارده 24 صح؟ الجمعه الجايه ان شاء الله 24 رمضان انت طيب ان شاء الله، فطبعا داخل علينا العيد، فكل سنه وحضراتكم طيبين
وإن شاء الله يعني يكون عيد سعيد على الجميع، ونلقاكم على خير الحلقة القادمة. شكرا جزيلا.